الرياضة العربية الأصيلة. تواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام بانطلاقة أشواط هذا المساء، والزميل فايز بغفان اليابري. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لكل زملائي على التواصل، شكرا سالم الحبسي. ها هي الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا العاشر في مجموع أشواط مساء هذا اليوم، أشواط التحدي، أشواط الإثارة هنا على أرضية هذا الميدان. شوطنا العاشر الخاص باللقاية القعدان، المهجنات الأصايل لأبناء القبائل ضمن هذا المهرجان في هذه الانطلاقات المسائية. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع هنا الإثارة، نتابع التحدي. وبداية بالمركز الأول، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول هنا شاهين للسيد حمد بن محمد بن يروان النيادي، من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول. ولكن متعب لسعيد بن حمد بن سعيد المنصوري، من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين يتراجع إلى ثاني المراكز، الحمد بن محمد بن يروان النيادي، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر هناك أيضا شعار غني عن التعريف. من يأتي بهذه الانطلاقة الجميلة والتسلل، أيضا شعار السيد هناك أيضا خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة، من يأتينا من الجانب الآخر على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع هنا عبد الرحمن بن سعيد الناصري، من يأتينا على المركز في هذه اللحظات هنا أيضا ويتسلل رابعا، بينما المركز الخامس، المركز الخامس والوجود لقتبي السلام، وصل أيضا هنا المهاجر، المهاجر من الجانب الآخر سالم بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري يا سلام، وأسماء قادمة، أسماء هنا بالرشيد أيضا قادم، سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد مع بشار، من ياتينا وصول ايضا من راشد بن طالب بن شريم المري في هذه الانطلاقة الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ يتسلل، بدأ يتسلل شاهين راشد بن طالب بن شريم، الله الله، من انطلق في هذه اللحظات على المقدمة، انطلق على الصدارة مع الكيلومتر الأخير، الله، دخلنا في ساحة الرقص، سحرنا في ساحة الرقص. الكاسبي من الجانب الآخر، الكاسبي الكاسبي السيد محمد بن مطر أو مطر بن محمد بن دحروي العامري، من يأتينا بشار على المركز الثالث للسيد سعيد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، بينما المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، الوصول هنا من مثير راشد بن عبد الله بن مصبح العطيرة العامري، وهناك أيضا بن حمد الشب مربوش سعيد بن محمد بن مبارك لخيالي يا سلام، والقادم هنا أحلى، القادم أحلى 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 من قدم في هذه اللحظات يا سلام، مساح أحمد بن جابر بن عبد الله، من وصل أيضا مع مساح، يا سلام، ما يبنى لطاري إلا مع العرقوب، مع عرقوب بن علوه يبنى لطاري، يا سلام، الله الله، التحدي والإثارة بين مرغم وند الشبة، يا سلام، الله 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 الله، الكاسبي الكاسبي، وهناك مساح، الكاسبي ومساح، مساح 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 مساح، من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة، انتزع المركز الأول للسيد أحمد بن جابر بن عبد الله، يا سلام، مشكور يا أبو حمدان على هذه المشاركة الجميلة، يا سلام، اللحظات الأخيرة، سلام ند الشبة، سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا الكرام الكافي للسيد مطر محمد الحروي، المركز الثالث سعيد بن محمد مبارك لخيالي، بينما المركز الرابع مشاهدينا الكرام من وصل هنا مثير راشد بن عبد الله بن مصبح العطير العامري، وفي المركز الخامس مشاهدينا الكرام بشار سعيد بن خليفه بن سلطان بن رشيد، من اتانا على المركز
الخامس. نعود مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل الى التوقيت الزمني الذي سجله مساح ومسح المراكز الاولى جميعا ولا رضا الا بالمركز الاول هنا. واتانا مع عرقوب بن علوه وشكرا يا ابو حمدان على هذا الظهور المميز هنا على ارضية ميدان اللبسة في هذا المهرجان الجميل. والتوقيت الزمني 8:02 خمسة من الأجزاء من الثانية. سلام سلام ند الشبه على هذا الأداء الجميل المميز. بينما المركز الثاني هناك من وصل على المركز الثاني مربوش سعيد بن محمد بن مبارك بن حمدش الخيالي ب8:03 جزء واحد من الثانية. ثالث المراكز أتانا الكاسبي المطار بن محمد بن نحروي العامري ب8:03 جزئين من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا لكل الفائزين.